ليه بقى؟ ده ياخدني لحاجه ثانيه جدا هتبقى مفاجاه برضو. تريزيجيه رايح ايه؟ تريزيجيه رايح 8 ايوه 8 تريزيجيه رايح 8 أيوة. يعني انت ممكن تشوف التشكيله، يعني ممكن تلاقي التشكيله ان في الثلاثه اللي في النص مثلا تلاقي نيني مثلا وحمدي فتحي وتريزيجيه قدامه. فبالتالي تريزيجيه طبعا برضو خيار مهم في مركز الجناح، اكيد هو ده مركزه الاساسي. بس تعال نفكر الناس، تريزيجيه بداياته مع الاهلي المركز ده صح مظبوط. وهو عشان الناس برضه تقول لك ايه ده، ازاي هيلعبوا في المركز ده؟ لا وهو كمان تريزيجيه راجل لعيب كوره، راجل لعيب كوره، راجل سريع، راجل قوي. يعني انت النهارده انت بتجيب لعيب، يعني انت مش بتجيب مثلا لعيب ايه ما عندوش القدرات بتاعه المركز، لا بس ده هو عنده قدرات. ده دي مفاجاه حلوه قوي. لا مفاجاه طبعا، مفاجاه كبيره، مفاجاه كبيره وحلوه، وتقول ان الراجل ده مذاكر ودارس وشايف وفاهم. بس اقول لك على حاجه، القصه بتاعه تريزيجيه دي مش من كيروش، ما هو المذاكره دي ايه؟ في ناس بتعاونك وبتسمع لهم وبتشوف، يعني ده ممكن يلعب الكلام ده. طب فين؟ وبرده في نقطه مهمه برده يا كريم، برده استكمال برده النقطه احنا كنا بنتكلم فيها كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت، ان الجهاز اللي معاهم ما كانش ليه دور. انا باكد لك بقى يا كريم، اصبح ليه دور. في احنا قلنا الكلام ده من 3 اسابيع ان هو ما كانش ليه دور خالص. احنا جايين نغير كلامنا لا مش نغير كلامنا، الراجل ابتدى يعني هو لاول مره يقعد على الترابيزه مع الناس، لاول مره يسمع للناس كلها، لاول مره هو اللي يطلب ان هو يسمع راي كل واحد في اللعيبه بتاعته. وزي ما درويش قال برده، يعني هو برده جزئيه مهمه جدا، ان هو طلب من كل واحد فيهم يحط قائمه. يعني كل واحد من الجهاز اللي معاهم حط قائمه، وعلى فكره كان في اختلافات كبيره. يعني هقول لك دارت في اكتر من 4 لعيبه. يعني في يعني 4 أو 5 لعيبه، يعني في لعيب، في 20 لعيب ما فيهمش خلاف. يعني لو قعدنا نهد اللعيبه دلوقتي في 20 لعيب ما لهمش خلاف. طيب في 5 لعيبه كان عليهم خلافات، او يعني ايه في 5 لعيبه، يعني مثلا كيروش يحط 5 وفلان يحط 5 وفلان يحط 5 سنين خالص.